على عكس ما كان متوقعا لم تقف الجاره تونس مع الجزائر كرويا بل سعت بعض الاطراف التونسيه لخلق فتنه بين الجزائر وتونس كما وصفها الاعلام التونسي بسبب انتخابات الكاف ورغم ان رئيس الاتحاد الجزائري لكره القدم وليد صادي قد قرر الترشح رسميا لعضويه الاتحاد الافريقي لكره القدم في الانتخابات المقرره شهر مارس 2025 بالقاهره وبعد رحلته الاخيره الى اديسابابا الاثيوبيه بمناسبة مؤتمر الكاف من أجل إقناع رؤساء الإتحادات الأفريقية لمساندته على التواجد في مكتب موتسيبي، إلا أن خرجة تونس الأخيرة لا تبشر بالخير ويبدو أن للوبي الكاف دور في ذلك كما كشفت جريدة الكأس، حيث قررت هيئة التسوية التي تقود الاتحاد التونسي لكرة القدم منافسة وليد صادي وقطع الطريق أمامه من خلال تقديم المسؤول حسين جنيح مرشحا لها لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي وذكرت وسائل إعلامية أن المرشح التونسي يوجد حاليا خارج تونس في إطار حملته الانتخابية حتى يكسب ود الاتحادات المحليه وفقا لما اكده المصدر نفسه الذي اشار كذلك الى ان تونس تثق بقدرتها على الفوز في الانتخابات رغم قوه المنافسه المنتظره مع رئيس الاتحاد الجزائري وليد صادي علما ان اخر اجل لقبول الترشحات سيكون يوم الثلاثاء المقبل. ما رايكم مشاهدينا في ذلك؟ شاركونا بتعليق اسفل الفيديو ولا تنسوا الاشتراك في القناه ليصلكم كل جديد.